بنات، ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم في قناتي كل ما يخص جمالكي. اليوم جبت لكم نوفيل فيديو عن تجربتي مع البلو واكس ولا الواكس الازرق اللي راه داير ضجه يعني كبيره في الفيس وفي السوشيال ميديا عموما. دونك اليوم غادي نديرو تجربه ونشوفو اسكو يعني مليح ولا ماشي مليح. دونك هو راه قليل بور لو مومون، يعني انا باش صبته بصعوبة صبته عند الأخت نور كوسميتيك اللي نحييها، وراح نخلي لكم الرابط تاع الحساب تاع الفيسبوك تاعها أسفل الفيديو في صندوق الوصف باش تكونتاكتيوها وتكوموندو عليها. بون، أنا راني حطيت شوية هنا في الشوفسيغ وراكم تشوفوا فيه راه نضيف. سبق وأن حطيت أون فيديو كيفاش تنطفي لو شوفسيغ تاعك. بون، أنا حطيت لاسيغ دوب من قبل ما نبدا لا فيديو، ها هي راها دوب وراح نابليكوها مع بعض ونشوفو اسكو مليحه ولا لا. دونك ها هي ماما راح يتابت، راح نجرب شويه فقط على يدي هنايا جوست باش نوريكم. فقط انا راح نطفي هنا لو شوفسيغ. دونك كيما كنتو تشوفوا الحبيبه تاعها كيفاش تجي. دونك هذه الكميه اللي راه عندي 500 غرام، راكم تشوفوا يعني كميه لاباس بها، ديري فيها شحال من خطره. دونك راح نحكم شويه الواكس تاعي. كيما هكا بلا سباتول وراح ندير في يديا شويه. نخلوه حوالي 30 ثانيه حتى لدقيقه كي ينشف ونشوفو. دونك هاد لو واكس يتنحى بسهوله، دونك ما يحتاجش هادوك لي بوند باش تنحي هاد لاصيغ. دونك يتنحى باليد، راكو تشوفو خلوه جوست يشد روحها شويه من بعدها راح يطير فاسيلو. كيفاش طيروا لاصيغ الخطره الاولى؟ يعني كي تابليكوها المره الاولى قلعوا مع نمو الشعر وعاودوا ان دوزيام كوش قلعوا عكس نمو الشعر. دونك انا راح ندير مع نمو الشعر هكا، ها هي بكل سهوله. راكم تشوفوا الملمس تاعها تقعد طريه وما توجعش تماما وما ترموش لاصيغ من اول استعمال. دونك هذه راح نعاود ندوبها هنايا ونعاود نخدم بها من جديد. نتمنى ان شاء الله على فيديو تكون عجبتكم. لا فيديو بروشان ان شاء الله راح نهضر لكم على واش ندير ابخي ليبيلاسيون تاع لاصيغ باش ياخر نمو الشعر. بون، انتظروا لا فيديو ان شاء الله. مور هذه ان شاء الله راح نحطها لكم باذن الله، سي برومي. نتمنى ان شاء الله الموضوع تاع اليوم يكون عجبكم. بقى لي غير نقولكم طولوا في رواحكم، ما تنساوش الاشتراك في القناه اسفل الفيديو حتى يوصلكم الجديد، ومع السلامه. وراح نحط لكم الحساب تاع الفيسبوك تاع الاخت اللي شريت عليها لاسيغ هذه لو لو بلو واكس ايطاليا باش تكونتاكتيوها واللي تبغي تكوموندي وتشري عليها. ونحب نشكرها في الاخير. تحيه لك الاخت نور وميرسي بوكو بوكو على هذا المنتج الرائع، ومع السلامه لونات.